يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن أبناؤكم طلاب حلقات تحفيظ القرآن، نطرح عليكم هذا السؤال، وهو أننا نقوم بوضع لوحات في المساجد. نعم. نقوم بوضع لوحات في المساجد يكتب عليها أسماء الصحابة أو العلماء، وكل حلقة باسم، ونقوم بوضع لوحة للشرف يكتب عليها اسم الطالب المثالي واسم حلقته، فما حكم القيام بهذا العمل؟ حولتم المسجد إلى متحف، هذا متحف صار، ما يجوز الكتابة في المساجد ولا تعليق شيء من الكتابات في المساجد، لأن هذا يشغل المصلين. قد كره العلماء زخرفة المساجد والكتابة فيها، لأن هذا يشغل المصلين، ولأنه من زخرفة المساجد المنهي عنها، فلا يعلق في المساجد شيء. وإذا أردتم التبرع أو شيء خارج المسجد، ما هو في داخل المسجد تعلقون لوحات أو اسم حلقة فلان حلقة فلان، كلها ولله الحمد كلها حلقة قرآن. وش الداعي إلى تقسيمهم إلى حلقة أبي بكر حلقة؟ هذا ربما يحدث حزبية بعدين، يحدث حزبية بين الطلاب، فاتركوا هذه الأمور وهذه الشكليات. نعم.